لذلك فإن المبادرة دعت جميع الأردنيين إلى الخروج من أجواء الاتهامات واللغط واستبدال ذلك بثقافة التبين والخروج من حالة الإحباط واستعادة الثقة بالنفس عبر الالتفات إلى الإنجاز، وذلك يحتاج منا إلى عملية مراجعة لمسيرة بلدنا في السنوات الأخيرة، مراجعة تذكر بالإنجازات رغم التحديات التي واجهتنا. السيدات والسادة، كما توقعنا فقد استجاب للمبادرة عدد من أصحاب الدولة الذين تولوا المسؤولية في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الذي من حقه علينا ونحن ندخل معه وبه العقد الثالث من عهده أن نبرز الإنجازات التي تمت خلال العقدين الأولين من هذا العهد. رغم كل الصعوبات التي أحاطت ببلدنا، ومن أحق بإبراز هذه الإنجازات من أصحاب الدولة الذين كرمهم جلالة الملك بثقته السامية بهم، وإنصافا منهم لعهد جلالته وإبراء لذمة الرجال الذين ساهموا في تحقيق هذه الإنجازات، ومن ثم التذكير بها رد للاتهامات ودحضا للإنكار، وهو ما سيفعله دولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران هذا المساء بكل ما عرف عنه من موضوعية وحيادية ونزاهة يتصف بها العلماء وهو منهم. فأهلا وسهلا مرة أخرى بدولتي، ونستأذنه في أن يبدأ حوار هذا المساء، مشكورا. طلب مني أن أشارك في هذه الحلقات المتتالية، أعطاني جدول وأنا التزمت فيه، وهذا الجدول ما بعرف، أنا جبت نسخ كثير بس ما بعرف ما توزعت عليكم. فالجدول كتاب التكليف السامي للحكومة، الرد على كتاب التكليف السامي، البيان الوزاري لحكومتي، رد الحكومة على النواب في جلسة الثقة وخطاب الشكر على الثقة، أهم إنجازات الحكومة مما ورد أعلى، والنقطة السادسة المحور السادس العقبات التي حالت دون الحكومة لتحقيق كامل برامجها. كتاب التكليف السامي الواقع كان واضح بالنسبة لي، سبق كتاب التكليف السامي جلسة مع جلالة الملك عبد الله الثاني عندما دعاني الواقع إلى مكتبه، وملخصه في ثلاث أو أربع محاور. المحور الأول الإصلاح، هو كان تقريبا العنوان الرئيسي لكتاب التكليف السامي. نحن في حاجة إلى إصلاح، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي، إصلاح في جميع المحاور وبشكل متكامل. هناك الأجندة الوطنية، كلفت لجنة وطنية بعمل الأجندة، الواقع كان مضى على الأجندة حوالي شهرين أو ثلاثة، وكنت أنا مقرر للجنة التعليم، التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي في الأجندة الوطنية، وكان يرأسها الدكتور مروان المعشر الذي كان وزيرا للبلاط الملكي الهاشمي. ولذلك نريد حكومة كما قال عندها خبرة دولية، عندها خبرة عالمية، كيف ننجز هذا الإصلاح، كيف ننفذ الأجندة الوطنية، وهذه الأجندة الوطنية بحاجة إلى إسراع وتيرتها في جميع الصعد، إن كان التعليم، إن كان الصحة، البنية التحتية، الاقتصاد، المال. الواقع ما في أي واردة ولا شاردة إلا ذكرتها الأجندة الوطنية. كان هذا عنوان كتاب التكليف السامي. العنوان الثاني لكتاب التكليف السامي الواقع إجراء بعض التشريعات والتقدم ببعض التشريعات لمكافحة الفساد. النزاهة مهمة جدا، وإذا الفساد تفشى في أي مجتمع فهذا خراب بيت المجتمع، ولا تستطيع الدولة أن تنمو وتتطور بوجود الفساد. وفعلا يعني أخذنا هذه المحور الثاني من كتاب التكليف وأنجزناه. النقطة الثالثة، كان في سوء تفاهم بين الدول العربية المجاورة للأردن على تداعيات مؤتمر صار في الجزائر في عام أظن 2004، وكان هناك يعني عتاب من الحكومات المجاورة لبنان وسوريا،
وبعض الدول الأخرى، فكان كتاب التكليف السامي إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية المجاورة. نحن في الأردن لا نستطيع أن نعيش بمعزل عن الدول العربية، لا اقتصاديا ولا ترانزيت ولا في النقل ولا في كذا، والسياسة تطغى أحيانا على عوامل أخرى، وتدخل السياسة الخلاف السياسي في خلاف اقتصادي وفي خلاف مالي وفي خلاف الجوار. نحن نسيجنا عربي، الواقع سايكس-بيكو قسمتنا ومزقتنا، ولكن عروبتنا لا تزال في دماء تجري في دماء عروقنا. هذه في الواقع ثلاث محاور، طبعا في المحور فلسطين، الدولتين والقدس العربية الشرقية هي عاصمتها، فلذلك تشجيع الحوار واللقاءات مع الجانب الفلسطيني والسعي لتوحيد غزة ورام الله، بحيث أن الشعب الفلسطيني يصبح لحمة واحدة في مجابهة التحديات التي يتعرض لها من الاحتلال. هذا في الواقع تقريبا باختصار شديد ما جرى. أنا باعتقادي أهم شغلة ذكرها جلالة الملك في كتاب التكليف التركيز على المواطنة، ليست المواطنة علاقة ريعية مع الدولة بل شراكة إنتاجية ومصير واحد، وبالتالي لا نجاح إلا بتعميم الجهود وتراكم الإنجازات. ولعل عصب الأجندة الوطنية هو بعض الناس يظن بأنه محض اقتصادي، لا، فهو متكامل، إصلاحات متكاملة دون استثناء تشمل مكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الدخل، ولإنجاز ذلك يتحتم تأمين فرص العمل لتحقيق الرفاه والرخاء للمجتمع الأردني، إصلاحات سياسية، إصلاحات قضائية، إصلاح الإعلام، تفعيل حرية التعبير عبر الرأي والرأي الآخر. هذا كلام جلالة الملك في كتابه تكليف السامي. والاستثمار بمواردنا البشرية، لأن ثروتنا الأهم هي الإنسان الأردني. هذا يعرج بنا إلى أن الإصلاح يعني تكافؤ الفرص، هذا كلام جلالته، يعني التربية والتعليم، التدريب والتأهيل، وربط العلم بالمعرفة والتكنولوجيا وحاجات السوق. على هذا الأساس نكرر دعوتنا للقطاع الخاص أن يشارك بشكل فاعل مع القطاع العام. طبعا الواقع كان في رد على كتاب التكليف السامي خلال يومين أو ثلاثة، وأيضا أخذنا أمور الإصلاح كأولوية في خطاب الرد. أنا لا أريد أن ألفت الحكومة أو تشكلت الحكومة من 26 وزير، لا أكتم، لا أريد أن أبين بأن أخفقنا ربما في تشكيل الحكومة، مع أنه كان الجدارة وكفاءة وشخصيات متميزة، ولكن بجوز أخفقنا في التمثيل الجغرافي. لذلك كانت هناك معارضة شديدة لتشكيل هذه الحكومة في بداياتها، إذ أن هناك محافظتين لم تمثلا، علما بأن الدستور لا يطلب المحاصصة، ولكن هذا تقليد وأنا أحترم التقاليد. فلجأت إلى تعديل قبل أن أذهب إلى الثقة بتعديل وزاري، وغطيت جميع المحافظات، يعني ارتفع الرقم من 26 لحوالي 28 أو 29 حقيبة وزارية. طبعا البيان الوزاري الواقع كان بيان ونحن في مخاض متأزم ومخاض اقتصادي صعب. النفط بتعرفوا النفط وقتها كان مسعر على أساس 27 دولار للبرميل، ارتفع لحوالي 40، ثم بدأ يرتفع حتى وصل 60، وهو مستمر في الارتفاع. طبعا أجريت مشاورات كبيرة مع جميع الكتل البرلمانية أنه ما في مناص، وأنا سوف لن أرحل هذه المشكلة إلى حكومة قادمة، يجب حلها. حلها يجب أن يكون حل جذري، بحيث أنه الأجندة الوطنية
أساسها مالي واقتصادي، وإذا ما حلينا مشكلة النفط فلن تكون هناك أجندة وطنية بمعناها الصحيح. يجب الاعتماد على الذات. جابهت معارضة شديدة من رفع الدعم على المحروقات، ولكن أمضيت فترة طويلة أزور جميع الكتل البريطانية، بعضها مرة ومرتين وثلاثة لإقناعهم. الواقع تولدت قناعة عند النواب، ليس معظمهم ولكن تولدت قناعة عند الكثير منهم، ولكن ربما خوفا على دوائرهم وقواعدهم الانتخابية لم يلجوا إلى الإفصاح عن دعمي قبل الذهاب للثقة بالنسبة لرفع الدعم عن المحروقات وتحرير النفط تحريرا كاملا. على فكرة هذا جاء في الأجندة الوطنية، علما كانت الأجندة كنا نأخذ دائما ملازم اللي بتخلص ونشوفها ونبدأ نطبق فيها، ما استنيناها لما تخلص لأنه أخذت حوالي 6 شهور لما انتهت. وهذا موجود في الأجندة الوطنية وموجود على 3 سنوات يجب تحرير النفط تحريرا كاملا. تعرفوا إحنا حكوماتنا كانت في السابق دائما هي اللي تشتري وتبيع. تذكر وزارة التموين كان القاسم مروان القاسم وزير تموين، كانت سكر تشتري الحكومة وتبيعه، كان الرز تشتري الحكومة وتبيعه، الطحين تشتري الحكومة وتبيعه. يعني كنا بلشانين في حكومات سابقة نمون ونشتري ونبيع وكذا وإلى آخره. طلعنا من هالقصة هذه خروجا كاملا وألغيت وزارة التموين. المحروقات ظلها عالقة فينا. طبعا أنا أعرف ليش ظلت عالقة فينا، لأنه كانت الحكومات تربح منها بصراحة. لما يجيك من العراق نصف المحروقات أو نصف النفط ببلاش والنصف الثاني في أسعار رخيصة، كانت الخزينة تكسب منها. لذلك ضبوا هالموضوع، الحكومات ضبتها، ما دامنا عم نربح ليش نحرر النفط. لما جينا احنا الحكاية انقلبت علينا، إذا ما حررنا النفط ستؤول الخزينة إلى الإفلاس. حسبتها أنا، حسبتها مع وزير المالية، يعني حنوصل لمليار دينار، مليار دينار الواقع عجز، مليار دينار فوق العجز اللي هو 300 حوالي 270 مليون عجز الموازنة التي قدمت، هذا مليار زيادة على لا. هذه بجوز تقول اليوم يا أخي هذا مش كثير بالنسبة للموازنة، 10 مليارات. هلا موازنتي كانت 3 مليارات و300 مليون، لما تقول 3 مليارات و300 مليون منها حوالي 1.25 مليون أو 1.5 مليون تقريبا عجز. هذا وبعدين البترول ما وقف عند 60، ظل يرتفع حتى وصل 100. يعني بعبارة ثانية الخزينة كلها من أول لآخر 3 مليارات 300 مليون لا تكفي لدعم النفط. يعني فيش رواتب، فيش إشي خلاص، ولا القوات المسلحة ما في لها رواتب، ولا الأمن، ولا الدفاع، ولا الأجهزة المدنية. لذلك الواقع خضنا معركة مع النواب، خضنا معركة ليل نهار نشتغل عليها. وبعدين رحنا أول مرة على أخذ الثقة، كنت رافع النفط، كنت رافع الدعم عن حوالي نسبة كبيرة من النفط، وبعدين أخذنا الثقة، أخذنا الثقة، ثقة يعني ثقة في نواب هون، ثقة معقولة. أنا لا أؤمن بثقة 99.99، هذه لا، هذا يا دكتاتورية لك أو في حزب واحد يحكم البلد. لكن احنا عندنا تعددية سياسية، تعددية فكرية، في عندنا ديمقراطية. وربما انت بعض الناس بظنوا انه هذه يعني ديمقراطية ليست كاملة، ولكن باعتقادي هي حاليا في البلدان العربية هي افضل نظام سياسي ديمقراطي في اعتقادي، واعتقاد الكثير بيشاركوني فيها. هذا هو البيان الوزاري. الواقع دار حول محاور، 11 محور. المحاور أخذتها من الكتاب التكليف السامي،
وأيضا أخذتها من الأجندة الوطنية، لأني أنا مكلف من قبل الملك أن أنفذ وأسرع في تنفيذ الأجندة الوطنية. طبعا ما بدي أروح بالتفاصيل، بس المحور الأول تحسين مستوى معيشة الفقر والبطالة، فرص العمل، إنتاجية، جذب الاستثمار إلى آخره، يعني رفع الأجور، رفعناها من 85 إلى 95 دينار الحد الأدنى للأجور ذلك الوقت، جابهت الواقع بعض المعارضة من بعض الوزراء عندي، ولكن في الأخير بالإجماع اقتنعوا فيها. المحور الثاني أنظمة التعليم والتدريب، كله على التدريب والتعليم والتشغيل وتنمية الموارد البشرية، اللي هي طلعت استراتيجية تنمية الموارد البشرية. المحور الثالث تعزيز تنمية المحافظات والأقاليم واللامركزية إلى آخره، اللي هلأ تقريبا أنا في اعتقادي لم تفشل اللامركزية، ولكن بدها إعادة نظر وإعادة تعديل. المحور الرابع الاهتمام بالوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية، تعزيز منعتها، لأنه في الواقع إذا بيتك ما نظمته ونسيجك الاجتماعي ما كان متماسك، ووحدة وطنية وراء النظامنا السياسي إذا ما كان موجود، الواقع الوطن في اعتقادي في خطر. الأمن الداخلي هو الأساس. نعم في أمن خارجي، حدود محمية، في عنا قوات مسلحة مدربة ومرتبة وكل شيء منظم، ولكن الأمن الداخلي هو الذي يخيفني أنا شخصيا. والأمن الداخلي هو الواقع، الهويات الفرعية تطغى على الهوية الوطنية، المناكفات والإشاعات والتحريض والكذب أحيانا، كلها تؤدي إلى تفتيت الوطن وتفتيت نسيجنا الاجتماعي. المحور الخامس إثراء التعددية السياسية والفكرية وصولا إلى الحكومات البرلمانية كمان هذا. المحور السادس الفساد ومكافحته واستئصاله بكافة أشكاله، في فساد مالي وفي فساد إداري. الواسطة والمحسوبية أنا صنفتها تحت الفساد، الواسطة والمحسوبية، وهذا سبب الترهل الحكومي، لأنه ضغط اجتماعي، واسطات ومحسوبية لزيادة عدد الموظفين إن كان في الجامعات ولا إن كان في المؤسسات الأخرى ولا إن كان في الحكومة. هذا الثقل too much government too big government، هذا الثقل عم بيؤدي الآن، وهذا شايفينه بعيوننا، عم بيؤدي إلى عجز الخزينة. الترهل يؤدي إلى عجز الخزينة. حل مشاكل البطالة ليس من الحكومة، الحكومة مش وظيفتها لحالة تحل مشكلة البطالة، القطاع الخاص، تحفيز القطاع الخاص وتحفيز الانتاجية هو الذي يؤدي إلى الواقع القضاء على البطالة. هذه هيك في العالم كله، مش الحكومات اللي بتحل مشكلة البطالة، الحكومة تنظيم، بتنظم الأمور، بتسوي تشريعات، تحفيز الاقتصاد، جذب الاستثمارات إلى آخره، القضاء على البيروقراطية اللي هي هالكتنا في هذا البلد. يعني ما في استثمار بيجي إلا بيهرب من كثر التوقيعات ومن كثر الموافقات ومن كثر هالشغلات هذه. تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات، منظمات المجتمع المدني تقويتها إلى آخره. والمحور الثامن طبعا قواتنا المسلحة والقوات الأمنية، يجب وهي درع الوطن، يجب أن تنال الدعم الكامل. المحور التاسع النهوض بالقضاء، القضاء بده إصلاح، وورد ذلك في الأجندة الوطنية. لا يمكن لبلد أن يكون فاعلا في جميع نواحي حياته إلا بقضاء عادل وسريع، قضاء عادل وسريع. تعزيز الاعتماد على الذات والتخلص من الاعتماد على المنح الخارجية ومصادر التمويل الخارجية. أنا باعتقادي الاعتماد ذات يعني ركن رئيسي، إذا ما اعتمدنا على ذاتنا ستبقى التبعية الاقتصادية، والتبعية الاقتصادية معناته تبعية سياسية. فيش بلد، خذ مني يعني، فيش بلد يستطيع أن يستقل إلا باعتماده على الذات. إذا بتظل عايش على المساعدات يعني لابد إلا يجي فيها شروط، يعني لا يمكن مساعدة بالمليارات تجيك إلا وراها شرط أو شروط أخرى. المحور الحادي عشر الواقع تهيئة البيئة الاستثمارية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات محلية عربية وأجنبية وإلى آخره. أنا ما بدي أروح بهذا لأنه 75 صفحة البيان الوزاري،
يعني أخذ وقت كثير، ولكن بدي أروح الواقع. كان رد على الحكومة على النواب، وكانت جلسة باعتقادي ممتعة ديمقراطية لأبعد الحدود. في ناس عارضوا وأنا بحترمهم، لازم يعارضوا، عدم وجود المعارضة غياب الديمقراطية، لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية إلا بمعارضة. إذا قالوا لك كلهم يس نعم 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 ما في معارضة، معناته في شيء غلط. التعددية السياسية والتعددية الفكرية بتتمتع فيها مجتمعنا، ونحن ندرب بالجامعات على التعددية الفكرية، بدناش فكر واحد يطغى، بدنا تعددية فكرية، وهذه التعددية الفكرية تولد التعددية السياسية، والتعددية السياسية تولد الحكومات البرلمانية والأحزاب. الأحزاب تولد نتيجة التعددية السياسية، وهذا يقود إلى حكومات برلمانية تمثل جميع الفئات دون تهميش أو إقصاء لأي كان. طبعا شكرت مجلس النواب على ثقته. أنا مش أتذكر، أظن 67 أو 68 من 110 حزنا على الثقة. ثقة منيحة ولا لا؟ مقبول. أعطاني الثقة على فكرة، هيك متذكر. سأنتقل لأدع فرصة يعني لكم للأسئلة إلى بند خامس والسادس اللي ظلوا أهم إنجازات الحكومة على ما ورد في كتاب التكليف السامي والنواب، وهذه تأخذنا إلى خمسة. حكومتي جاءت من خارج الصندوق السياسي، وهذه أول شغلة. المعارضة كانت كثيفة ضد مجيئي للدوار الرابع، لأنه في عادة معروفة في البلد أنه في صندوق مطبخ سياسي هو اللي بيولد الحكومات. أنا جيت هيك من الهواء بالبرشوت. كنت بندعو عنا في المناديو. الواقع جئت كما أعلمني جلالة الملك للإصلاح، هذه وظيفتي. ما قال لي بدك تروح تحارب أو بدك كذا أو بدك كذا. الإصلاح إصلاح واسع لك، يشمل جميع الشرائح الاجتماعية، إصلاح إداري، إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي متكامل، وبالتواصل مع مجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني، لتكون التنمية متكاملة مع ما تراكم من إنجاز من الحكومات السابقة، فلكل مرحلة استحقاقاتها. الواقع يجب ألا نهمل الإنجاز التراكمي منذ تأسيس الإمارة، يجب ألا نهملها. الواقع ما بصير واحد يقول عن حاله أنا والله حليت المشاكل وكانت البلد في خراب، لا لا، كل واحد اجتهد في ذلك الزمان وذلك المكان، هذا مهم، في ذلك الزمان والمكان، لأنه بجهود اتخذ إجراءات، هلأ بتشوفه يا أخي إجراءات غلط، ولكن في ذلك الوقت لم تكن خطأ. مرينا إحنا بالربيع العربي مثلا، أنا بنتقد بجهود حكومة لأنه أبطأت في تنفيذ تحرير النفط. أنا لما بدينا تحرير النفط، قلنا تحرير النفط بالكامل، أي مثل سلعة الرز، يعني تستورد، تشجيع الاستيراد، تشجيع التنافس، حتى مصفات البترول خلص انتهى ذهبتها ب 2008 لما يخلص رأسا حنباشر في فتح السوق أمام مصافي أخرى. ما في احتكار، لا يمكن في السوق الحر أن تشجع الاحتكار، إذا شجعت الاحتكار سيؤدي إلى الفساد. يجب أن يكون سوق حر تكافؤ فرص للجميع. لذلك يمكن مثلا في الربيع العربي تأخذ قرار، ولكن تأخذ لأمن واستقرار الأردن، لأنه في شغلة تهدد كياننا ونظامنا. شايف لابد من والله السكوت عن تحرير النفط، تأخيره شوي على أساس ما نثير شاكلة مع الضربات والمظاهرات والاعتصامات التي لازمت الربيع العربي. كان التكليف السامي واضح في تسريع وتيرة الإصلاح ومؤسستها، هي المهم، لم تمؤسس، وهذا
أنا باعتقادي بنتقد نفسي في الأخير حجيكم للهي أنه لم نمأسس الإصلاح يعني الأجندة الوطنية، لو مأسسناها كانت عابرة للحكومات، لما رحنا إحنا تراكمت عليها الغبرة وصارت عبارة عن شغلة منظر، يعني 7 مجلدات منظر، شايف كيف؟ هذا أخطأنا فيها. جاء في كتاب التكليف سامي، هذه حكيتها، مفهوم المواطنة والريعية والإصلاح والوصول للحداثة والمساواة ومجتمع العدالة والمساواة. تطرق كتاب التكليف إلى الشفافية والمسائل المحاسبة عبر تشريع للقضاء على الفساد والعلاقات. تنفيذ محاور كتاب التكليف السري، أولا الأجندة الوطنية، بدينا في العنوان الرئيسي لكتاب التكليف اللي هو الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي اللي هي الأجندة الوطنية. باشرت الحكومة تنفيذ كتاب التكليف السامي منذ أيامه الأولى في متابعة الأجندة الوطنية للإصلاح. تم تشكيل هذه اللجنة الوطنية في 9 شباط 2005، واستمر إعداده حوالي 6 شهور. إذ تكونت اللجنة من ممثلين الحكومة والبرلمان، مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والأحزاب السياسية، وكانت أهدافها العريضة في ترسيخ دولة القانون والحق والمؤسسات، دولة مؤسسات، تحقيق العدل والمساواة، ضمان الحريات الأساسية، حقوق الإنسان، اعتماد الديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية في جميع الأزمنة والظروف، والعمل على تحقيق مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي والرفاه الاجتماعي. ركزت الأجندة الوطنية على أبعاد 3. البعد الأول الحكومة والسياسات، وهذا ستتطرق له. البعد الثاني الحقوق والحريات الأساسية، هذه لحقتها لما صرت مدير مركز حقوق الإنسان، ما لحقتها في، لأنه تعرف المدة حكومتي كانت 8 شهور، فلحقتها بعدين، استلمت من أبو ثامر دولة أحمد عبيدات إدارة مركز حقوق الإنسان. البعد الثالث الخدمات والبنية التحتية والقطاعات الاقتصادية. ارتكزت الأجندة الوطنية أيضا على محاور 8: محور التنمية السياسية والمشاركة، محور التشريع والعدل، محور تعميق الاستثمار، محور الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي، محور دعم التشغيل والتدريب المهني، محور الرفاه الاجتماعي، محور التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والإبداع. 8: محور رفع مستوى البنية التحتية. شارك في إعدادها ما يقارب من 400 مشارك أردني من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة، للوصول في نهايتها إلى 200 صفحة مع وثائق 1000 صفحة، واستندت في مفهومها على الميثاق الوطني والدستور. وأدت الأجندة والأجندة يجب أن تؤدي تدريجيا الحد من البطالة وتوفير تأمين صحي شامل لكل مواطن في الأردن، كما ستؤدي إلى الاعتماد على الذات، يجب أن تؤدي إلى الاعتماد على الذات. أقر مجلس الوزراء، وأول ما استلمنا الأجندة الوطنية الواقع رأسا عقد جلسة لمجلس الوزراء، سلمت لمجلس الأمة، سلمت لجلالة الملك. مجلس الأمة أقصد بشقيه، مجلس النواب ومجلس الأعيان، لجلالة الملك، وسلمت كمان لنا النسخة. رأسا بديت أشتغل عليها مع فريقي الوزاري لعقد جلسة إضافية. قلنا هذه الأجندة الوطنية لحالة بتاخد كل وقتنا، لذلك شو رأيكم بدل ما تصير جلسة واحدة في الأسبوع نسوي جلسة يوم السبت. يوم السبت في، بتتذكروا، في منزل بين الرئاسة ومنزل رئيس الوزراء، منزل رئيس الوزراء، قلنا يجيكم هناك الساعة 9 الصبح ومنخلص الساعة 2 أو 1، وبعدين ما نعرف واحد منطقة لي طيب الفطور، قلت له خلاص بنحضر لك دونت وصوب مع قهوة وشاي، قال لا بده فول وكذا، وقال ما لا فول فيه ولا حمص، احنا عايشين في تقشف، تعالوا صبور، ما في جرافات ولا في جاكيت، قمصان ويكند مكتب. ودعيت الملك يجي يمر، اضرب مرة علينا مرة،
فطر معنا دورة. المهم وصلنا لبحث الأجندة الوطنية. بدي أحكيكم عندما أجريت التعديل الوزاري أضفت الدكتور مروان المعشر نائب رئيس الوزراء، كان هشام التنة يعتبر نائب هشام للشؤون البرلمانية والسياسية، ولكن أضفت مروان المعشر نائب رئيس الوزراء لتنفيذ نهج البدء الخفي، أدام هو لرئيس اللجان أعطي الخبز وخبز بدنا نجيبه عشان يطبقنا في ده أحسن. بكرة ما انتقدنا أنه أهملنا تنفيذ الأجندة الوطنية، وفعلا استلم الأخ مروان حقيبة نائب رئيس الوزراء لتنفيذ الأجندة الوطنية، كان وزير بلاط قبلها، وتم إقرارها بالحروف الأولى من قبل مجلس الوزراء الأجندة، ما بالقراءة كتشكيل لأنه من نناقشها كل وزارة تناقش. لذلك يوم السبت كان نقاش حوالي 4 ساعات نقاش للأجهزة الوطنية منذ استلامها حتى انتهت حالة الحكومة. بدينا في الإصلاح المالي الحكومي، أولا مثل ما حكينا إلغاء دعم وتحليل النفط. الدعم اليومي على خزينة الدولة في دعم المشتقات البترولية وصل 600,000 دينار كل يوم، كل صباح كل يوم وزير المالية يدفع زيادة 600,000. لذلك وجدت أنه لا نستطيع جوزنا لازم نسمع، وكنا متخذين وجاءنا لاتخاذ القرار. البرميل ارتفع وصل 60 دولار عندما اتخذنا القرار بتحويل النفط. الواقع الحكومة السابقة هي اللي وضعت موازنتي، لأنه أنا جيت في شهر 4 حكومة فيصل الثاني، حاطط كان 310 مليون دينار دعم النفط. سيدي ارتفعت في خلال 3 شهور إلى 760 مليون دينار دعم النفط من الخزينة لما وصل 60 دولار للبرميل. اجتمعت مع غرف التجارة والصناعة البلديات والسادة المجتمع المدني، لأنه الواقع يعني الناس ضد زادت الدعم، لأنه هذه قرار ليس شعبه، بدك تغامر. غمرنا أول مرة ورحنا للثقة، وأنا كنت تقريبا معظم الوزراء اللي معي في الوزراء قبل الناصر على الثقة، لأنه كلهم ضاقين، لأنه كيف رفعنا الدعم على النفط؟ رفعنا جزئيا مش كليا، نفدنا واضطرينا ندفع رفعة ثانية لما وصل بدأ يرتفع فوق 60 دولار. قلنا لا بدنا نرفع ولا شيء، تحرير كامل للنفط. ولكن سويناه على 3 سنوات 2005 2006 شهر 1 2007 ينتهي دعم النفط. على فكره جميع الحكومات المتعاقبه اللي اجت التزمت وفعلا تم تحرير النفط. اتخذنا بدائل على مدار 3 سنوات. شو بنسوي؟ لانه الواقع يعني في ناس ما بيستطيعوا، في عندك يجب أن تسوي حزمة أمان اجتماعي. سوينا لجنة تسعيرية، ولكن قلنا هذه اللجنة مؤقتة يجب أن تذهب لمشبه النفط حر تماما، لأنه كل مرة هذه اللجنة تجتمع بقول الحكومة رفعت لتر البنزين، الحكومة نقصت لتر البنزين. لا لا ما في ثقة، على فكرة الثقة بين الشارع فيها خلل. لذلك أنا قلت إنه نعطي التسعيرة في البداية، ولكن يجب أن نلغي التسعيرة الشعبية تشوفوها ما لهم أصل. وأفريقيا مثل لبنان مثل أمريكا مثل فرنسا هذه التنافسية هي بتسوي لك التسعيرة، فتح السوق الحر هي بتعطي التسعيرة. السكر مثلا في تسعيرة؟ لا، بس لازم يكتب سعر كبير، لازم كل محطة تكتب سعر البنزين، سعر 95 90، سعر السولار، كل شيء لازم أن يكتب عشان أمر عليها أروح على المحطة الثانية والثالثة. وفتحنا المحطة توتال، ما كان فيه إلا محطة بساط البترول تتذكر، هي اللي تحكم كل شيء. فتحنا المحطات، عندك البواسير، عندك توتال، عندك جوف، وكل المحطات وتنافسي.
طبعا لجأنا لعدم زيادة التعرف الكهربائي، كنا خايفين لأن النفط تعرف كمدخل في توليد الكهرباء. أوضاع اجتماعية مالية لفئات المستهلكين محدود الدخل، والزراعة خفنا عليها أن ترتفع نتيجة الزراعة، لذلك حافظنا على سعر الكهرباء للزراعة. التوفير في النفقات الجانب الموازنة كمان بند ثاني لجأنا إليه بعد دعم المشتقات النفطية، بعد إزالة الدعم. على فكرة الدعم للنفط لما أزلنا الدعم كان 760 مليون دينار وصلت الدعم، بس ليش مدة بسيطة لأننا كنا أفلسنا. بعديها في الواقع بدأنا نضع نعيد النظر في الموازنة. يا أخوان في الموازنة كان عندنا مليار دينار، سيصل مليار وخمسين مليون بالضبط دينار سيصل مساعدة. مدى بعد أشهر كذا وجدنا أن المساعدات لن تتجاوز 50%، أي بعبارة ثانية في 550 مليون دينار سيكون عجز. النفط انتهينا منه، الآن رجعنا للمساعدات. طيب كيف بدنا نجيب 550 مليون؟ بدينا في عملية تقشف كبيرة، منعنا أولا بعنا السيارات كلها للوزارة، كانت من عند السيارات الفخمة اللي تصرف بنزين، لك محطة بنزين تعمل بها وهي ماشية، كنت بعدها تصرف. قلنا أعلى سيارة مرسيدس بنزين. بعض الوزراء يا أخي يا هيك. فبعناها وربحنا فيها بنص السعر، جبنا سيارات ثانية أوفر. في وزير رفض السيارة، قال أنا بشتري سكوتر وانا بروح على الوزاره بسكوتر، وفعلا تصوروا الكاريكاتير الحجاج جلال الرفاعي الله يرحمه، صوروا راكب السكوتر ورايح لوزارته. قلت لهم في اوروبا على البسكليت، بعض الوزراء يروح على البسكليت فعلا في بعض والاسكندريه كانت كمان خفضنا الاثاث، خفضنا السفر، وعملنا حزمه اجتماعيه، خفضنا النفقات، وهذا أهم شيء سويناه. النفقات الجارية 10% ثم 10% 20%، والله حتى نحقق القوة المسلحة والقوة العلمية. وفي مجلس السياسات كل يوم أحد يعني طبعا قالوا هذا رئيس الحكومة خفض نفقات المشروع يا سيدي الذي ما يقبل مجلس السياسة، وأنا كنت حاكي مع جلالة إذا ما عملنا عملية لم تنجح، وفعلا خفضنا ومشت على هذه 20% عوضتنا عن نقص المساعدات المجلبية 550 مليون. طبعا انا كاتب هو من كل الشركات اللي صدرنا من مصر اشياء كثيره، خفضنا على سعر الخبز، هذا كنا مر من نزيل. دعمنا لما الأعلاف نزلنا 20% الأعلاف دعمها بيتنا 55 مليون سنة. ومشيت الأمور وتحسنت الواقع بشكل كبير، يعني بديش أنا أخوض ترشيق الإنفاق الحكومي، يعني السيارات والأثاث، منعنا الأثاث التجديد، منعنا الإيجارات الجديدة للمباني، وقفنا أي شغلة غير ضرورية في الواقع، إيقاف كامل، تحديد السفر كمان حددنا السفر، وقلنا خلي السفراء والقناصل برا يمثلونا عشان نوفر في الميومات والسفر، واعتمدنا الملكية هي الناقل الرسمي لأي رحلة رسمية. الحفلات والضيافات حددناها أشياء كثيرة، أوقفنا التعيينات، اختصرناها على الرحلة، في عندي زيادة، يعني كان عندنا زيادة في الموظف، قلنا نعيد تكريم الموظف لنقله لوظيفة شاحقة، فلذلك كانت التعيينات بالإحلال وليس أشياء جديدة. وقف استئجار وتأثير
في الواقع أنا باعتقادي الإصلاح المالي اللي عملناه وجرى كثافة كان هو رأس الحربة، وانتهينا تأهيدها في نهاية السنة بمئتين وخمسين مليون دينار. هذه أهم عمل في اعتقادي، ودخلت هذه كإصلاح مالي وخلصة التحرير المحفوظ في كبند رئيسي نفذناه في الأجندة الوطنية عدة سنوات. تحسين العلاقات مع الدول العربية، الواقع يعني جلالة الملك توجيهاته السامية بأنه نقوم بزيارة بعض البلدان، لبنان، سوريا، العراق، وأيضا فلسطين. ذهبنا إلى لبنان، كانت الأحوال كويسة بينهم، صمونا فيزا لبنانية تركوا فيها لواحد الله عزمان تسعية شاطئة سعود فيزا. خبرت نجيب ميقاتي رئيس الوزراء واتفقنا فريق وزاري يروح على لبنان لإعادة العلاقات. طبعا لم يوافق على إلغاء الفيزا، ترى ما في ضغط نجي نشوف، بس الخضار والفواكه المطلوبة والتسويق سوريا كانت مفتوحة على الوقت، حرب نهائية لم تكن في سوريا، ترانزيت وأشياء كثيرة. الواقع في لبنان استقبلونا مع فريقي الوزاري وبدينا مباحثات الصبح، وعطيني مباحثات وكذا، طلعت على جدول الأعمال ما في إلغاء الفيزا. قلت نجيب وين الفيزا؟ قال ما في فيزا، شو فيزا؟ قال مو تعرف احنا نخاف عنا، تعرف تمثيل جغرافي، تمثيل طائفي، نخاف يجي ناس يغيروا الهيكل الطائفية عندنا، وهذه محجة لنا، وانتم في عندكم نسبة كبيرة من الفلسطينيين، هذول نخاف يقعدوا عن الجبهات، يقعدوا عن روحهم، مش حاجة، انهم رقم وطن هذول الأردنيين. طيب قلت له ما في الفيزا، طيرتهم في مطار بدنا نروح. وأنا حكيت الكلمة ويمكن على التليفون، خاب رئيس الجمهورية لحود، أمير لحود ورئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورجع قلت له شوف العدد الأردني، عدد اللبنانيين، شوف الأردنيين قدر زياراتهم من لبنان، سياحة لبنان قائمة على الأردنيين. في فعلا رجع وسأل الهجرة وكذا، وأنه وجد أن السعوديين رقم واحد في ذلك الوقت 2005، والأردنيين رقم اثنين في السياحة في لبنان. شوف الجيش اللبناني بيجوا بيسووا سياحه في الاردن، خذوا ولا بصوا. المهم بعد ما الغينا الفيزا بدينا في جدول العمل. الزياره الثانيه كانت لسوريا، والدكتور محمد ناجي العطري الواقع فريق الوزاري، انا كثير احترمت هذا الانسان لانه تم فينا بشكل يعني، وسهل امورنا مع بشار الاسد. التقيت مع بشار الاسد واعطيته رساله من جلاله الملك، سلمته رساله وبدينا الحديث لساعتين. فعندي مشروع أرضى عن جلالة الملك، مشروع مهم هذا، بنقذ الأردن اقتصاديا. قلت له شو هو؟ قال لي بنسوي سكة حديدية سريع جدا من اللاذقية إلى العقبة للركاب والنفط والحمولات والتصدير، نربط البحر الأبيض المتوسط في البحر الأحمر، ونسوي فرع برضه من الأردن للبصرة، لنربط الخليج مع البحر الأبيض المتوسط ومع خليج العقبة مع البحر الأحمر. وهذا سوى دراسة له، وباعتقاده بأنه هذا بلد الأردن بلد الترانزيت سيجذب رأس مال كبير على الأردن، وباعتقاده بهالرسوم مبور على القاطرات السريعة، لأنه اليوم في قطار سريع يعني يعطيك 800 كيلو بالساعة. الأردن يعني ينهض اقتصاديا من خلال يعني. أنا عجبتني الفكرة، طرحت على جلالة الملك لما رجعنا، وقال لي هذه خليها للمستقبل لأنه هذه موقفة. قلت له لا، في البيوتي يسمونه تحت البيوتي يعني بيوتي أوبريت أند ترانسفير،
كانت في ذهن الملك أنه تصير بس تعرفوا الأزمات توالت بعدها. في العراق سيادتي كانت كثير واقع الأوقع جيدة في العراق، حملت رسالة سياسية واضحة أن العراق لن يترك وحيدا في عزلة عن عمقه العربي. الواقع العراق وجدت بحاجة عروبي، العراق عروبي مهما يقول لك الشيعة أو الشيعة، العراق عروبي عروبي أصيل، الشيعة عروبي في العراق. اجتمعت معهم كلهم، اجتمعت مع الرئيس جلال طلباني، اجتمعت مع نائبه عادل عبد المهدي الرئيس، واجتمعت طبعا مع إبراهيم الجعفري اللي هو رئيس المدرسة، هو اللي دعاني لزيارة العراق. الواقع عملنا أشياء كثير، العراق منفتح عليه باعتقادي هو بوابة الاقتصاد، الله غني بس أزمات صار. حكينا في حزمة من المشروعات الاقتصادية والتجارية خاصة فيما يتعلق بالدوم النظام الحكوماتيها، صار في شاحنات رايحة جاية قبل ما تطلع القاعدة في العراق كان لسه، وفتحنا الباب للشاحنات وبحثنا مشروع ابن هود النفطي لأول مرة، بس كان من البصرة أو من كركوك بس العراقيين مش عارفين للتصدير وتجميد مصفات البترول مع فلسطين. واخر لقاءاتنا كان دائما مع محمود عباس أن ندعو دائما للقضاء على التناحم بين غزة ورام الله، كنا صادقين ما إن أطماع إحنا كأردن فلسطين بس بدنا الشعب الفلسطيني يصل إلى تأسيس دولة المستقلة وفق المبادرة العربية التي ظهرت في مؤتمر القمة في بيروت. مكافحة الفساد المحور الرابع يحكي عنه هون. الواقع سوينا لجنة وزارية ضمن رئاسة صلاح البشير دكتور صلاح، واشتغلت مشروع قانون للقضاء على الفساد، وفي هذا القانون تم إنشاء ورد إنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد يتم تشكيلها لمعرفة السلطات الثلاث، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الواقع ناقشنا في مجلس الوزراء هيئة مكافحة الفساد هذا المشروع القانون، ودفعناه لمجلس الأمة ووضعنا لصفة الاسترجاع لأنه جاء في كتاب التكليف السامي وفي الدورة الاستثنائية وتم إقراره لمجلس الأمة، وبعدين أسست رأسا بعد إقرار قانون هيئة مكافحة الفساد بحيث شرعنا عملية التشريع لمكافحة الفساد والتشكيلات الوجودية. تحسين علاقة الحكومة مع النقابات، كان في مشكلة قبل ما أجي أنا على الحكومة بين النقابات وبين الحكومة، يعني في جفاء. سوينا لقاءات عديدة مع النقابات المهنية، أزلنا سوء التفاهم، وتعرف كان في مشروع معدل قانون معدل لهم، سحبنا المشروع لمجلس الأمة، وبدينا خطى الواقع والدين وحصلنا الكثير، ولكن كان دائما في لقاءاتي معهم بأنه خليهم يعني نعم عم يشتغلوا بالسياسة، ليش لا؟ حرية التعبير ككل مواطن موجودة، ولكن لازم يركزوا في جهودهم لتنمية وتطوير المهنة، تنمية موارد البشرية في الهندسة، موارد البشرية في القانون في الحقوق، موارد البشرية في الزراعة، موارد البشرية في الطب والأشياء. المحاصصة والتعديل الوزاري أنا حكيت عنه الواقع، وقمنا بجزء احنا اول حكومة بتقوم تعديل وزاري قبل ما تروح لها، شوف كيف منيح دي اول حكومة يعني مشكلة العالم مثل ما بقول طبعا مش كاريكاتير والدنيا صحف، كانت حاولنا انه هذه الحكومة يعني لسه ما راح تاخذ ثقة سوى التعديل، ولكن التعديل الواقع كان مهم جدا في الانتصار والحصول على كثير من الفروق. اخذنا 67 صوت من 110. اصلاح التعليم وتسديد مديونيه الجامعات،
اجتمعت مع مجلس التعليم العالي، وايضا هذا مهم جدا لانه بحاجه احنا لتطوير التعليم وتعليم تنميه الموارد البشريه ليتاتى الى اصلاح التعليم من رياض الاطفال وحتى نهايه الجامعه. وفعلا اجتمعت مده يعني مع مجلس التعليم، كان رئيس المجلس خالد الطوقاني، ودرسنا مشاكل التعليم العالي كلها، وانا اعرفها حسب مهنتي شو معوقات النمو وتطوير التعليم العالي يكون منافسا مخرجاته عالميا. انت تعرفوا في التنس في التعليم العالي كنا متفوقين ذاك الوقت 2005، كنا ننافس اسرائيل في الرياضيات وننافس لبنان في العلوم، واقع كنا متقدمين في التنس وبيزا يعني ما بعرف شو صار، يعني الواقع تراجعنا، خلينا نكون صريحين تراجعنا. هلا ان شاء الله في همة بحيث انه التعليم العالي والتعليم العام يعني نحدث فيه تغيير نحو التطور نحو النمو. التصنيف العالمي للجامعات اوتسايد، ولكن بدينا نظهر الان يعني في كيو اس الجامعة الأردنية ظهرت بتصنيف العالم للجامعة، في تايمز التكنو ظهرت والحمد لله، يعني في عنا جامعتين ظهروا الآن، مما يدل أنه ماشيين في تحديث وتطوير التعليم العالي. إحنا مستلمين الآن مركز تطوير المناهج، برضو ماشيين بشكل راقي، يعني الواقع المناهج تنمي التفكير تنمي لدى الطفل الاختراع والاكتشاف والاستقصاء من الطفولة المبكرة وحتى نهاية صف 12. كله يجب أن يقوم بالإبداع والابتكار والتفوق. الواقع الفرق بين دولة ناهضة متقدمة ودولة متأخرة هو فرق في التعليم، فرق في البحث العلمي، فرق في التفوق والإبداع والابتكار. هذا هو الفرق. إذا اعتمدنا على الدماغ وعلى الكابيتال يعني رأس المال البشري وطورناه، أعتقد حنصبح مثل كوريا الجنوبية اللي ما كان عندها شيء، ولا فنلندا كان ما عندها شيء، كان بعدينا سنصبح نسبقها، وهؤلاء سبقوا الولايات المتحدة. لذلك ولكن أهم شيء الواقع المالي، لا تستطيع رئيس الجامعة يفكر كيف يسوي رواتب ويدبر رواتب آخر الشهر للعاملين في الجامعة. قلت هذا مستحيل، لازم احنا كحكومة ندخل على ونخلصهم من الأزمة المالية. فالواقع سوينا قرار مجلس الوزراء لأنه طلبوا الأردنية كانت الجامعات هذاك الوقت 120 مليون دينار، اتخذنا قرار بإلغائها وتحملها من قبل الحكومة. ولكن اشترطنا في الواقع أنه الجامعة تبدأ بوضع استراتيجية للاعتماد على النفس على الذات، وهذا جاء في خطابات النقاشية في الأوراق النقاشية لجلالة الملك الاعتماد على ذلك. لتحقيق طموحات الوطن في مخرجاتها النوعية من تعلم وبحث علمي، وعليها إزالة الحمول الزائد المرهق. على فكرة الحمول الزائد إذا قمت من الجامعات مش بحاجة يعني أنا درست في الجامعة الأردنية عندنا العكس تماما، قيمة الحمول الزائدة توفر حوالي 15 حتى يصير عندك فائد. وبقول لك يعني المستشفى مدير المستشفى الجامعة الأردنية ورئيس الجامعة بقول لك نعم عندي حمول زائد. المستشفى الآن الجامعة الأردنية لديها حمول زائد 1000 وشوي حمول زائد. قيمة هذه خلاص مخصوصة. بس وين تروح فيهم؟ يعني هذا بيسووا مطالب. لا ترمج ناس. ولكن محل ما بيفضل. بعيد هيكلته إحلال بعد شوي يصير المسطرة من أحلى ما يمكن. تدريس البحث العلمي اعتماد الجدارة والكفاءة في التعيين والترقية وكذا داخلي واعتماد ثامنا لجأ المديوني. أنا بديش أحكي بس أنا ما بحب الدين طبيعتي ما بحب الدين. خدت الفكرة في الحكومة العجز على قدر محلافك مدرك لك قدر قدر
20% خفضنا الموازنة. ما صار شيء، ما خدمت الدنيا. 20% ليش أروح 20% أروح لجيب المواطن وأقول له يبدل منك 20% ندفع الضرائب عليك؟ لا، نبدأ بحادث. وفعلا نفذ. فلذلك المديونية يعني البنك المركزي حاطين صورنا البنك المركزي. وقول البنك المركزي جاء رئيسا الوزراء عدنان بدران ومعروف البخيل كأقل رؤوس رؤساء الحكومات اقتراضا في عهد جلالة الملك. أنا مش مني فعلا نازل المديونية مضطرين تزيد لأنه في فوائد على الديون السابقة. المديونية في وقتي كانت 7 ملايين والموازنة على زمني كانت 3 ملايين موازنة الدولة 3 ملايين. شوفوا هلا قديش الموازنة وشوفوا المديونية. المديونية الواقع يعود الاقتراض مثل ما حكيت استحقاقات القروض وفوائدها. المديونية الخارجية والداخلية كانت 7,494 مليون دينار أي 7.4 مليار 7.4 من عام 2005. عجز الموازنة حكينا عنه، كان لو ما اتخذنا الإجراءات الواقع كنا وقعنا في فرطة من دعم المحروقات وأيضا بند المساعدات اللي نزل لحوالي 550 حوالي النص 50%. لذلك انتهينا بعجز 252 مليون دينار كان ممكن يكون 1,350,000 دينار. تحقيق نمو اقتصادي واستقرار الاقتصادي عام 2005 في زمننا حققنا معدل نمو اقتصادي 7.1% 7%. حققنا معدلات منخفضة للتضخم 3.5% 3.5%. صرف مستقل للدينار وسياسة نقدية ناجحة. كان محافظ البنك المركزي أمية طوقان عينا وقتها محافظ البنك المركزي. زادت الصادرات في عهد حكومتي إلى 2.3 مليار دينار. زيادة الصادرات بزيادة 39% عن السنة اللي قبلنا. ارتفاع تحويلات الأردنيين بالخارج زادت 4%. جذب الاستثمارات عام 2005 بزيادة 60% عن العام السابق. بلغت الاستثمارات اللي في النصف الأول من 2005 مش كله 450 مليون دينار في النصف الأول من عام 2005 وتمثل، وهذا حسب شريف الزعبي وزير الاقتصاد اللي هو قدمه، وتمثل ضعفي ما تحقق في العام السابق. محاور الاقتصاد والاستقرار المالي تجاوزت نصف محاور البيان الوزاري. الواقع بتلاحظوا في البيان الوزاري لما تقرؤوا أنه ركزت على الاقتصاد والمال أكثر شيء. الواقع لا. وأنا باعتقادي إذا نجحنا في المال والاقتصاد الوطن كل مشاكله ممكن حلها. الحد من البطالة والفقر بديش أدخل بالتفاصيل، ولكن بدي أقول أنه نجحنا في الإحلال بدل المصريين في جميع الفنادق والمطاعم. هلأ روح على أي فندق مطعم وبتحداك إذا لقيت واحد مصري، إلا بجوز في محلات الفلافل والشاورما ما بعرف، بس في الفنادق بتلاقي كل هالمطاعم الآن تخدم من قبل الأردنيين. السبب شجعنا الجامعات بإنشاء كليات فندقية، وخريجين كليات فندقية سوينا عقد مع نقابة المطاعم والفنادق أساس السنة الأخيرة ياخدوهم ويدربوهم. المحل اللي دربوهم فيه أخذوهم صار مكان تشغيل، نجحنا فيها. لذلك طلبت من وزير العمل كان باسم السالم وزير العمل لدى حكومتنا إنشاء مركز للتشغيل والتدريب في قطاعات أخرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وأنشأنا مركز للتدريب والتهبيل تابع لوزارة العمل يدار من القطاع العام والقطاع الخاص لتدريب عمال للإحلال بدل المصريين
في أعمال البناء والخرسانة المسلحة لإحلال الأردنيين مكان الوافدين. نجحنا في حينها في فتح فرص تدريبية تقود إلى التشغيل قارب 6000، أنا بذكر رقم حكى لي يا باسم السالم، قال لي وصلنا في نهاية حكومتي وصلنا 6000، خلقنا فرصة عمل لهم بسبب التدريب والتشغيل. وجهنا الجامعات من خلال مجلس التعليم العالي طبعا بفتح التخصصات الموائمة مع فرص العمل، تخفيض التوسع في التخصصات الراكدة، وبعدين قلنا رفعنا الحد الأدنى للأجور من 85 إلى 95. الواقع في حزمة إجراءات بالأمان الاجتماعي بديش أحكي عنه، ولكن رفعنا صندوق المعونة الوطنية من حوالي 52 كما أذكر إلى 60 مليون، بعدين ارتفع بعدي إلى 80 مليون. طبعا أنا لي رأي في صندوق المعونة الوطنية ورأي في كل الدعم. الدعم بلغ في حكومتي وقتها بعد ما تخلصنا 181 مليون دينار بعد ما تخلصنا من تحرير النفط وكذا، ورفعنا الدعم 20% على الأعلاف. بقي لما حسبنا قديش الدعم في نهاية السنة 2005 نهاية حكومتي، كان الدعم بمجموعه وصل 181 مليون دينار عام 2005. أنا على فكرة وهذا رأيي الشخصي مش رأيي رسمي، لا أؤمن بشغلتين، لا أؤمن بالدعم ولا إعطاء فلوس معونة. لا تعطي الإنسان سمكة ليأكلها ذات اليوم، علمه ودربه كيف يصيد السمك. بس حبيت أحكي هذا. العقبات اللي حالت دون الحكومة تحقيقها من برامجها تفجيرات عمان، هذه يعني أجت طعنة إلنا كحكومة، خربت بيت. مسألة 4-9 نوفمبر 2005 جابت حكومتي 3 عمليات تفجير إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة استهدفت 3 فنادق في عمان، راديسون ساس، حياة عمان، ديز إن، أدت إلى 57 قتيل و115 جريح منهم العقاد إذا بتتذكر. علمت عن الانفجار وانطلقت فورا، كنت راجع من الرئاسة وفت البيت سمعت الانفجار خبرت، قالوا مش عارفين لسه، وزارة الداخلية مش عارفة، ومؤسستنا الإذاعة والتلفزيون جايها أخبار إنه أي لا تذيعي أي خبر عن الانفجار للأسف. ففتحت على الجزيرة وإنه عم تذيعوا الجزيرة، أنا استقيت معلوماتي كرئيس وزراء في الأردن من الجزيرة، حبيت أحكيها، والملك حكى لي إياها، استقاها وهو في كازاخستان من الجزيرة مش من التلفزيون الأردني للأسف يعني. بس بفرجيكم احيانا النواحي الامنيه تربطك، فلذلك ما فيها ناحيه امنيه، هذا في تفجير كل الناس اعلنته والناس شايفته، ليش ما تحكي فيه؟ علمت عن الانفجار وطلقت فورا الى الفندق حياه عمان، مهدم كان محلات وكانت الدلاله الاوليه، انا راسا تاكدت انه اصابع القاعده لانه انفجارات متتاليه في 3 فنادق واحد ورا الثاني، وهذه طريقه القاعده لأنه بيسووا أحزمة وتعرف وشو اسمه. قمنا حينها بإغلاق الحدود 12 ساعة، أغلقت الحدود واستخدام المختبرات الجنائية وبدء جمع الأدلة. الواقع بستشهد بأنه المؤمن شو اسمه مؤمن الحديدي قام في عمل جبار، المختبرات الجنائية قامت في عمل جبار، مختبر في الجامعة قام في عمل جبار في الجامعة، عندهم بايو تكنولوجي لاب وقتها كانت سيدا اللي هي كندية مولستهم فيها من خلال ماجيل، جامعة ماجيل كان عندهم مختبر جبار. احنا وضعنا سيكريسي، عارفين القاعدة لم نذكر القاعدة، عارفين انه جاء من العراق لم نذكر العراق، سيكريت. وانه بضط ابو مصعب الزرقاوي بيعلن عن استشهاد فلان 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 منهم ساجدة، استشهادهم كلهم. إيه؟ رحنا كذا، إيه في واحد ما استشهد، يعني استشهد هو حسب كلامه، يعني هو يعني هذول إرهابيين، واحد ما قتل، في واحد ما قتل، رأسا دي إن إيه وكذا، شغلنا المختبرات اكتشفنا في واحد نفد، بدأت الكاميرات تشتغل والاستخبارات تشتغل، وطلنا الظاهر الحزام تاعها ما انفجر وربك حميد. من خلالها
كشفنا كل الطابق خلال يومين إلى ثلاثة أيام. إسبانيا صار فيها تفجير لهلا مش عارفين مين كان فيها. فرنسا صار فيها تفجيرات كمان نفس الشيء. إحنا بخلال يومين 48 ساعة وصلنا لكل شيء ولقيناها في الصلت رايحة هربانة هربانة. المهم شايف هربانة مسكت. كان قرار سياسي اتخذناه في مجلس السياسات ملاحقتهم أينما كانوا للإقصاص وأخذنا حقنا منهم وفعلا كلهم راحوا. إشي راح بالعراق إشي راح على الحدود إشي راح وخلصنا منهم. بس الواقع هذه الحادثة يعني مع أنه مأساة أنا لا يعني مأساة كان في اختراق أمني عبر الحدود كان في تلاحم للشعب الأردني تلاحم فوق التصور. لحمة واحدة وحدة وطنية نسيج اجتماعي متماسك في رفضه للإرهاب من خلال مسيرته وإنارة الشموع. فكانت هناك لحمة نسيجية واحدة تدعو إلى القصاص من الإرهابيين أينما كانوا والقضاء على منابع وجذور الإرهاب أمنيا وفكريا. كشفت الأجهزة الأمنية المتورطين في العملية وجميعهم من تنظيم القاعدة ولا أردن فيهم من تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وجميعهم عراقيون عبروا الحدود لتنفيذ العملية الإرهابية. لقد تم كشف هوياتهم وتم القبض على إحدى المشاركات في العملية إلى آخره ونالوا ما يستحقونه للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي. أنا خفت الواقع كل إنجازاتنا المالية والاقتصادية تروح. أغلقنا الحدود مدة 12 ساعة أغلقنا السوق المالي والبنوك يوم الخميس سوينا عطلة حداد لأنه بعدها أجت الجمعة والسبت بهي عطلة بطبيعتها. وعقدنا اجتماعات متواصلة مع رجال الأعمال وغرف التجارة والصناعة والبنوك. الواقع سرت هذيك الليلة أنا وزير الصحة دروزي سعيد دروزي للصبح نلف على المستشفيات مشان نشوف الجرحى. بس الواقع عمليات الإخلاء كانت متقدمة بشكل أنا ما وجدتها حتى في الدول المتقدمة. عمليات إخلاء سريعة سيارات إسعاف الدفاع المدني سيارات إسعاف المستشفيات كلها أخليناها للمستشفيات وكانت مستشفيات قريبة وزرنا كثير بالضينا يعني الليل كله للفجر نزور في لأنه 110 جريح كنا نزورهم في مستشفياتهم. شكل التفجير عمان 2005 منعطفا مصيريا في كيفية التعامل مع الإرهاب على محورين. الأول محاربته أمنيا داخليا وخارجيا وملاحقته استخباريا وتشكيل جبهة وطنية وأقليمية وعالمية لمحاربته والتعاون والتنسيق مع دول أخرى في جمع المعلومات حول تحركاته ومصادر تمويله لتجفيف مصادر التمويل. الثاني محاربته فكريا. أنت هذا مش بس تقضي عليه جسديا فكر. محاربته فكريا إذ يستخدم الإرهاب الإسلام لتشويه صورة الإسلام عالميا. لذا علينا محاربته في منهجية تفكيرنا في مناهجنا دور العبادة والإعلام. إذ لجأت المنظمات الإرهابية بغسل دماغ الأطفال والشباب لاستخدام العنف والقتل ضد من يختلفون معهم في الرأي. الحاجة ماسة لبناء جيلا يحترم التعددية الفكرية والنقد الفكري والتعددية الثقافية وتباين وتنوع الحضارات واحترامها واحترام الاختلاف والأخذ بالتسامح وحرية العقيدة والمذهب. لقد كانت تفجيرات عمان الحدث الأهم والعقبة الرئيسة التي حالت دون الحكومة لتحقيق كامل برامجها. تأثرت حكومتي بهذا الحدث ووضعت استقالتها أمام جلالة الملك الذي قبلها. وشكرا للاستماع. شكرا دكتور. وفد مصري يصل للأردن لاستيراد ما بعرف أظن 45,000 ما بعرف 55,000 طن قمح. كنا عايشين وكنا تقريباً كل شيء نزرعه وكذا والمرأة هي الذري. هلا عيب الواحد يشتغل عيب يشتغل في الزراعة. كانت النسوان وكانت تعرف الحديقة هذه بيسموها الحاكورة كنا نأكل منها. والله كنت أزرع وكذا أنا يعني نفسي لأنه عندي هواية بالزراعة شايف كيف. فلذلك أنا بقول يجب الاعتماد على الذات. واحد يجب توجيه
الأردن نحو الاقتصاد المعرفي. ليش؟ لأنه بدوش رأس مال. ثانيا الرأس المال البشري موجود في العقول الجامعات، علينا في الواقع رفع النوعية والجودة في التدريس والتعلم والتعليم والبحث العلمي. وباعتقادي هذول حرف على البطل اللي رفع أمريكا السيليكون فالي، والسيليكون فالي أسسته جامعة ستانفورد. سيد السيليكون فالي جيمه من أمريكا، أمريكا من غار. اللي رفع على الهند برضه مثل السيليكون فالي الأصغر. مين أسسه؟ التكنيكال يونيفرسيتي، جامعات البوليتكنيك في الهند. فلذلك اللي أحب أقوله إنه البنية بدها إدارة جيدة، إدارة الموارد البشرية، إدارة الموارد الطبيعية، إدارة الموارد المالية. ووطن الاقتصادي باعتقادي ممكن أن يتحسن. الخميرة موجودة، كل إحنا حجزنا حوالي 1,500,000 هذه المساعدة الأمريكية. هذه باعتقادي ما بعرف بدون ما نعرف، بس أنا باعتقادي يجب أن نعود ونتخلص من حول الزائدة تدريجيا موقف التعيينات، لأنه ما في عيب في القطاع الخاص. القطاع الخاص ماشي، أما القطاع العام وزنته هي المشكلة. أنا لو أن ضمان اجتماعي وسع قاعدته ويقوم بالتأمين الصحي وفي تقاعد لكل المتقاعدين العسكريين والمدنيين، هذا ماشي فيه جماعة بس بالأطر أخلص من التقاعد. فكرة فتوة التقاعد المدني والعسكري على الخزينة مبلغ كبير جدا، إذا خلص منه مش بحاجة لمساعدات مالية من الخارج. نعم اضطررت للتعديل صراحة، اضطررت للتعديل لأنه عرفت أنه القائمة عم تكبر، المعارض اللي حتى أحسن الثقة عنه. أنت بدك تحمي فريقك الوزاري، أنت بدك تحمي إصلاحاتك في الأجنة الوطنية. لذلك أما عندما جاء تحرير النفط لو ما أعطوه الثقة بقول مبسوط، لأنه حررت الأردن من إفلاس، من إفلاس الدينار. خايف على الدينار كمان. ذكروا في عام 89 في بدايته كمان شفنا الدينار نزل لنص وشهر، كان كنت خايف على الدينار، كنت خايف على الشهر، ما كان يعني حاجة يعني ما أخذنا الثقة لا حول ولا، ولكن نفذنا في تحليل النفط قررنا بشيء نفذنا فيه. بحاجة لحزب الدولي الملك نفسه يقول يعني الأردن في الملك في حزب حكومة، حزب معارضة يسميها الظل، حكومة الظل، وحزب وجود ثالث. الديمقراطية لا يمكن أن تسير إلا بالتعددية السياسية، ولازم كل مرة الوزراء والحكومة تؤلف من حزب أو ائتلاف لازم يكون ائتلاف مقابل معارض. إذا ما في معارضة تحت القبة ليست هناك ديمقراطية، خذ مني ليست هناك ديمقراطية. لذلك أنا أعجب أن بعض الوزراء بده يكش يعني يستولي على كل الأصوات. ليش يا أخي؟ خذ الثقة خلاص، لازم تكون في معارضة. وأنا لما شكرت أعضاء مجلس النواب شكرت طبعا اللي دعموني، ولكن شكرت اللي عرضوا ما أعطوا الثقة. قلت إن شاء الله مع الوقت يعني عبارة ثانية ميسر الأمور ويكون موقفهم كذا. أخذ عليه ضرائب هذا نص دينار بالصير دينار، هل هذا مطلوب؟ يعني تفصل 50 و55% ضرائب خاصة. ضرائب خاصة، يعني احنا بنتحمل نمشي بس مش بالنسب بعيد عنه. هاي نقطة. النقطة الثانية حل مشكلة البطالة. زي ما تفضل دكتور هذا بيحدث من خلال تحفيز الطباع والقص. وهو معروف بالاتصال ايه بيصير الاتصال تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وغيره وغيره، انه نتج انت بحفز القطاع الخاص حتى يخلق فرص عمل ويستقطب استثمارات وغيره. لكن احنا شايفين انه ماشيين عكس هذا التوجه او عكس السنه الاساسيه هذه نعرف. ما بعرف شو راي جوردك في الواقع اللي احنا ماشيين عليه هذه الايام. الامر الاخر تفضلت انه الاجنده الوطنيه كانت هي المرجعيه لحكومتكم في اصلاح في كافه مجالات.
لكن اللي بنسمع هالايام اخر 5 سنوات انه الاجنده الوطنيه عليها هجمه قويه، ما حدا يفكر فيها، ما حدا بيطلبوها على جنب وغيره وغيره. شو ليش شو السبب؟ حابين نعرف. النقطه الاخيره اشتغلنا على استراتيجيات التحليل هذه، كنت رئيس لجنه كنا فيها ب 2015. بعدين اجت الاستراتيجيه الوطنيه لتنميه الموارد البشريه. يعني الحكومه اللي قبل الحكومه الثانيه مولتي كان عبد الله منصور، كانت عبد الله منصور عملنا الاستراتيجيه وقلنا هذه نمشي عليها وكذا، فجاه استراتيجيه اختفت بعدين استراتيجيه ثانيه. وهذا من 2016 لغايه الان شو تحقق فيها؟ من؟ على الارض ولا شيء. انا نحن مش شايفين، انا يعني بالتعليم مش عم بشعر انه في تغيير. قد ياتي البعض يقول انه لا والله بدها وقت 5 سنوات، ماشي بس اعطيني اشوف انه وين ماشيين. مش عم بشوف هذا الكلام. اخر نقطه برجع على قضيه التعديل الوزاري مره ثانيه. أنا رأيي هذا مش سؤال، أنا متأكد دورتك إنه قضية المحاصصة ما كانت غايبة عن الذهن، لكن الأساس أنا بعرف تفكير دورتك إنه هي جدارة وكفاءة هي الأساس، بناء على ذلك تختار طريقة الوزارة، وإثبات على ذلك لا أنت لما عدلت أضفت وزراء حتى تكمل وتربي بعض الأخوان. برأيك أين الخلل؟ وهل مطلوب أن يكون رئيس الوزراء من أحد الصالونات السياسية أو المقابر السياسية؟ أين يتقاطع ذلك مع حكومة التكنوقراط المتخصصة البعيدة عن المحاصصة والتي أيضاً واجهت مشكلة التنفيذ الجبرات؟ كيف بدك تنفض في جلدك؟ وبس ها؟ تقيم الدعم اللي من الخزينة تدفعه على كلة البنزين بتعبي سيارة فلان وآخره. إذا نفدنا من الدعم نعمل، يعني إذا نفدنا من الدعم وفرنا حوالي 1 مليار دينار. يعني لما انتهت السنة كان الدعم اللي وفرناه قريب 760 مليون، 760 مليون الدعم، ولكن لو ضدينا يعني حسبت السنة كلها 2005 تطلع حوالي 1 مليار. بعدين يعني فوجئنا انه حررنا النفط، وبعدين اجت الحكومه سوت ضريبه مبيعات كذا كذا الى اخره على البنزين 95 كذا، ما معنى خبره على فكره. فعلا ما بعرف قديش عم تجني الحكومه، واحد بيقول لي حوالي 1 مليار دينار سنوي بس ما بعتقد مليار، بجوز مليار دولار اللي هي ضريبه المبيعات. عندك خبر شيء؟ والله أكثر؟ يعني بعبارة ثانية يا أخوان 780 قد إيه؟ 780 مليون دينار. قلت لك قريب المليار. المهم مليار دولار يعني. فلذلك تصور إحنا كنا بدنا نلفت بريشنا وجلدنا بس لزيادة الدعم اللي بندفعه من الخزينة لدعم البترول المحروقات. أزلنا، اجت الحكومة صارت تسوي ضريبة مبيعات، ضريبة مبيعات، فعم تطالع ربح، عم تطالع ربح قريب 1 مليار دولار أو فوق 1 مليار دولار. فأنا يعني الضريبة يعني كمان مرة اللي بقوله يعني أنا برأيي إنه آن الأوان فتش على بدائل. يعني أنبوب النفط مع البصرة حالياً اللي تقريبا خلصوا هندسته لازم يمشي فيه. الصخر الزيتي لازم يمشي فيه. انا باعتقادي حفر ابار جديده في الريشه للغاز الطبيعي. انا عندي قناعة بانه في غاز وفي كميات تكفي الاردن. نعم؟ انا هذا على قناعة. الاردن كيف طال غاز الريشه؟ اشتروا 3 حفارات الحكومه وصار يحفروا واسسوا شركه اسمها الشركه الوطنيه للبترول. الشركه الوطنيه في حفر جابت خبراء عراقيين اشرفوا على الحفر. ولقوا الان نغطي احنا 4% او 5% من احتياجاتنا النفطيه من غاز الريش. ليش وقفوا؟ جابوا بعدين شل شركات اجنبيه ما بعرف. بس الواقع يجب اعاده قراءه انه في عندنا فعل. يعني انا سمعت كثير انه في ربما ليس للتصدير وكذا ولكن لتكفي حاجاتك كوطن. انا اذا قضيت على 3.5 مليارين الان يعني استيرادها من النفط يا اخوان على زمني كان 100,000 برميل يوميا، الان 135,000.
استيراد الوطني الآن للأردن 135 بالمئة، يعني هذول إذا وفرناهم من إنتاج محلي من صخر زيتي وغيره، أنا باعتقادي هو الشيء الذي أعتقد. البطالة يا إخوان، البطالة هي بطالة خلينا نسميها قطع. الوافدين بيشغلوا الوظائف بيشغلوا العمل أكثر بكثير من عاطلين العمل الأردنيين. ثقافة العيب يعني لا تزال موجودة، في ناس يضطروا يعفوا فيها. لذلك مركز التشغيل والتدريب أنشأنا في وزارة العمل الواقع المطاعم كلها حولها الأردنيين، وباعتقادي نقدر نحول قطاعات كثيرة. يعني قطاع مثلا تعبئة البنزين هلأ في المحطات الوقود، يعني شو فيها عيب؟ فيها عيب؟ ليش ما يشتغلها الأردني؟ الأجندة الوطنية سبب الهجم عليها، في قوة شد عكسي وأنا كتبتها في الورقة موجودة، لا تريد التغيير، ضد التغيير، ما بعرف ليش ضد التغيير، بدها هي مصالح شخصية، هي مصالح ذاتية، بس في عندك هجمة. حتى تنمية استراتيجية تنمية الموارد البشرية وقفت بعد ما كان الحماس مؤتمر ربح الميت وجد الملك والملك رانيا وباركوها واستلمناها وبدينا نشتغل عليها. يعني فلذلك يعني أنا في شغلة هذه موجودة عندنا مرض إنه التغيير تجد له مخاطر. يعني مش بس الأجندة الوطنية، كثير من المشروعات الأوراق النقاشية بالنسبة منك والله إذا طبقتها الأردن بصير متقدم سياسيا واقتصاديا وكل شيء. التعليم العالي استراتيجية تنمية الموارد البشرية، أنا باعتقادي يعني إحنا تعرف طبقنا شغلتين في استراتيجية اللي هو المركز الوطني أسسنا في تطوير المناهج وشغالة لها كويسة، والشغلة الثانية اللي سويناها كمان هي كلية معهد تدريب المعلمين اللي يدرب حوالي 800 معلم كل سنة، ولكن على مستوى الوطن اللي يدرب 3000 شايف بناء ضخم، زائد انه حيكون على مستوى المحافظات التدريب ليس لن يقتصر عنه. هذه شغلة في التعليم صارت الواقع، وهي جاءت توصيات من تنمية استراتيجية تنمية الموارد. التعديل الوزاري والمشكلة انك بتعيش في بلد لساعدنا كل واحد بينظر انه هالحكومة اللي اجت من بلدي مين فيها؟ بلدي مين فيها؟ يعني بس انا باعتقادي تستطيع انك تجيب جدارة وكفاءة مع توزيع جغرافي. الان الكفاءات صارت عالية حتى في البادية، حملت الدكتوراه وحملت كذا، لذلك عم التعليم في الأردن كله ليس لعمان فقط أو للصد أو لغيره. فتستطيع تجمع بين الناحيتين، نعم المحاصصة هي ضد الجدارة والكفاءة، ولكن ممكن أنك تجمع المحاصصة مع الجدارة والكفاءة بحيث تجيبها من كل محافظة. المهم لا تدخل الواسطة والمحسوبية، المهم تستطيع تألف حكومة تغطي الجغرافيا وتغطي الكفاءة. يعني في كفاءات صارت الواقع في جميع المحافظات. من خارج الصندوق الصرارات السياسية، يعني على فكرة حنظرنا نحرث اسمها في بحر. الحل النهائي كما جاء في ورقة العقاشية بأنه نصل لحكومة البرلمان، وقتها تختفي الصرارات السياسية، تختفي الإشاعات، إذا فعلا وصلنا إلى قانون يشاركه الجميع ولا يستقصي أحد ولا يهمش أحد. الجميع موجودين وهم البرلمان، النواب من تحت القبة. الصوت الواحد لم يؤدي إلى نتيجة. الصوت الواحد عمق في اعتقادي الهويات الفرعية اللي حكينا عليها، ولكن بدك هوية وطنية. الهويات الفرعية هي هويات اجتماعية
الهوية الاجتماعية. أما الهوية السياسية بس أساسها المواطنة ولا شيء. يبيع المواطنون سواء أمام القانون حقوقهم وواجباتهم، هذا هو الحل. وقتها الحزبية السياسية تظهر، الأحزاب الكبيرة إن كان حزب دولة ولا حزب معارض ولا حزب اشتراكي ولا حزب الرأسمالي إلى آخره. أنا بعتقد هذا أثناء الحكومة ولا خارج الحكومة؟ أثناء الحكومة وزير زراعة أحلى موقع تبسط فيه. أما في حياتي الأكاديمية الجامعة، يعني أنا قضيت 10 سنوات في تأسيس جامعة اليوم والتكنو، يعني هذه من أحلى أجمل حياة، أجمل فترة في حياتي في اعتقاد. تعيش بين الأكاديميين وتبعث موفدين لفضل وشعبين وصوبات وتشوف البناء عم يعني والناس عم تتخرج. وين وضعت في الطيارة في أي مكان تسلم عليك؟ أستاذ أنت، هذه لحالة السودان.